وللحديث عن تصعيد الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران احتجاجها ورفضها لنتائج الانتخابات وتهديدها أيضا باللجوء إلى السلاح، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري. أهلا بك معنا أستاذ نظير. الله محييك ويسلمك، بارك الله فيك. حياكم الله أستاذ نظير. يعني بداية، كيف تصف ما يجري في العراق اليوم من تهديد الميليشيات ولجوئها إلى قطع الطرقات وإشعال الإطارات، يعني فضلا عن تلويحها باستخدام السلاح، ما الذي يجري؟ يعني الحقيقة أنا أرى أنه هذه الميليشيات تحاول أن تعطي صورة وانطباع عن نفسها بأنها هي تؤمن بالاحتجاج السلمي وتؤمن بالخروج إلى الشارع وإبداء ملاحظاتهم حول رفضهم لهذه الانتخابات، بينما كانوا وقبل بضعة أشهر يقتلون المتظاهرين السلميين الذين طالبوا في إصلاحات لهذا النظام وطالبوا بحقوق مشروعة للشعب العراقي، وبنفس الوقت يعني قتلوا من هؤلاء المتظاهرين ومنعوهم من التعبير عن آرائهم. الآن يريدون أن يكرروا الحالة بطريقة مقلوبة للدفاع عن أصواتهم التي يعتبروها أنها مسروقة. وأنا أرى أن هذه الميليشيات وهذه الأحزاب الولائية هي تتجرع من ذات الكأس الذي جرعت فيه شعبنا العراقي حينما كانت تسرق أصواتهم في الانتخابات السابقة، وجاء الوقت لأن تسرق أصواتهم لتعطى إلى جهة فاسدة أخرى. فلماذا الاعتراض وهو يعني يوم لك ويوم عليك، وهذه الأصوات يتم تقاسمها بين الفاسدين، والانتخابات كانت في السابق يعني مزورة وغير نزيهة، والآن هي غير نزيهة ومزورة، فلما الاعتراض إذا كان الأمر سيان في كل الانتخابات؟ هل لأنه لم تحظوا بذات العدد من المقاعد البرلمانية التي كنتم تحلمون فيها؟ أنا أعتقد أن هذا ليس ديمقراطية ولا تصرف ديمقراطي، إنما هي عبارة عن، إذا جاز لنا تسميتها، بأنها ديمقراطية الميليشيات. نعم، يعني عبارة ما ننطيها، هذه العبارة التي تتكرر لدى قادة الأحزاب والميليشيات في العراق، يعني إلى أي مدى تطعن هذه العبارة من قبل الميليشيات بالعملية السياسية، بشرعية العملية السياسية والانتخابات التي تصفها بطبيعة الحال الحكومة على أنها ديمقراطية وشفافة وكل ما إلى ذلك؟ طبعا مثل هذه العبارة تنسف العملية الديمقراطية من أساسها، وكل الكلام حول أنه تم بناء نظام ديمقراطي ما بعد 2003 تنسفه مثل هذه العبارات. فهؤلاء يرون أنهم قد سيطروا على الحكم ولا رغبة لهم أن يتقاسموا الحكم أو يتداولوه سلميا مع باقي العراقيين، وهي سنة سيئة جاء بها نور المالكي حينما قال بعد ما ننطيها، وأصبحت سنة يتوارثها جميع الدكتاتوريين من ميليشيات وأحزاب موالية لإيران، وتجعلها هي العبارة الخالدة التي يريدون أن يستهدون بهديها. لذلك هم يعتقدون أن إزالتهم عن السلطة هي عبارة عن نهاية لهم، ولا أنه حسب النظام الديمقراطي يمكنهم إعادة الكرة بعد 4 سنوات والفوز في الانتخابات. إنما هم لا يؤمنون بشيء اسمه ديمقراطية، هم جاءوا بغلاف الديمقراطية وبغطاء الديمقراطية لكي يستحوذوا على الحكم في العراق والبقاء به إلى ما شاء الله في تصورهم. نعم، بالنسبة لإيران إلى أي مدى تبدو يعني مطمئنة لما تقوم به الميليشيات من قطع طرقات وأيضا من احتجاجات، وهي التي كانت تعول يعني إيران على حصول الميليشيات الموالية لها على الحصة الأكبر في البرلمان؟ يعني أنا باعتقادي أرى أن إيران حالها حال كثير من المراقبين بضمنهم أنا، قد تفاجأوا بالنتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات. فالجميع كان يتوقع أن
السيناريو الذي حدث في 2018 و14 وغيرها من الانتخابات سيتكرر في هذه الانتخابات. لكن الأمر، وكما تعلم أخي الكريم، هناك صراع إيراني غربي على العراق، وحينما كانت الكرة دائما ما تكون لصالح إيران، الآن أصبحت لصالح غرمائها، وبالتالي فإن يعني مواليها في العراق قد خسروا هذه الانتخابات وجاءوا موالين لدول أخرى، وبالتالي إيران تحاول من خلال مكائدها أن تحول هذه الأزمة وهذه الخسارة إلى فرصة أو عملية نجاح، أو على الأقل عدم تصفية مواليها في العراق. فهي بدأت الآن في تظاهرات تسميها سلمية، وبدأت تصعد لغة الخطاب بعبارات تهديدية سواء للداخل أو حتى لدول خارجية، وربما تدريجيا هذا الأمر يتطور لإشعال النار في الداخل العراقي، وإيران لا يهمها إذا اشتعلت النار ما بين هذه الميليشيات داخل العراق، ما يهمها هو سيطرتها العراق وإبقائه ممرا يربط ما بين ميليشياتها في المنطقة، والاستفادة من اقتصاده وجعله نافذة في ظل، اقتصادية نعم لصالحها. أستاذ نظير، في ظل ما يجري على الأرض، هل إيران ذاهبة بهذا الاتجاه؟ هل هي ذاهبة ل يعني دفع ميليشياتها نحو التصعيد؟ أنا أقول لك أخي الكريم، إيران لديها الآن يعني محاولة وبقوة تحاول بها أنه تربأ الصدع الذي حدث ما بين ما يسمى بالبيت الشيعي، لكنها في حال فشلها، وهو المتوقع طبعا، إذا فشلت فإنها من المستحيل أن تتخلى عن مواليها في العراق، لأن كما تعلم أخي الكريم أن العراق بلد مهم جدا بالنسبة لإيران جغرافيا واقتصاديا وحتى بشريا، فهي تستفيد منه كمعبر كما قلت لك، وتستفيد منه اقتصاديا بالإضافة إلى الاستفادة من الميليشيات يعني العنصر البشري لتقاتل فيه في سوريا وبقية الدول الأخرى، وبالتالي فإن خسارتها للعراق معناها خسارة للنظام الذي تريد تؤسسه في المنطقة جميعا، لذلك فهي ستدافع وبكل قوة، وإذا اضطر الأمر لإشعال نار حرب أهلية فهي لن تتردد وسوف تدعم مواليها وبكل قوة. لكن بالمقابل هل سيتخلى باقي الدول عن دعم الصدر وبقية الأطراف؟ بالتأكيد لا. يعني إذا قررت لذلك إيران إذا قررت إيران الدفع بهذا الاتجاه نحو لربما حرب أهلية ل يعني استمرار سيطرتها، لكن هنا هل يعني الحاضنة الشعبية لا زالت تسمح بذلك؟ هل هناك حاضنة شعبية بالفعل لهذه الميليشيات؟ ويعني تشير خسارة يعني مقاعد هؤلاء يعني الميليشيات إلى فقدانها يعني عدد كبير من الذين كانوا موالين لها. نعم، هنا يجب أن نحاول أن ننظر إلى المسألة عبر التوازنات، يعني التوازنات العسكرية. فالميليشيات على تعدادها الذي فاق ربما 100-150 ميليشيا، لديها سلاح نوعي ولديها إمكانية مادية واقتصادية، بالإضافة إلى الدعم المفتوح من الجانب الإيراني. بالمقابل فإن الصدر وهو الذي متحالف مع حكومة الكاظمي وبكل مؤسساته العسكرية، بالإضافة إلى حشد العتبات الذي أعلن ولاءه إلى الحكومة، سيشكلون الجبهة المقابلة لجبهة الميليشيات. لكن من هو الداعم للكاظمي وللصدر؟ سيكون الغرب داعما له، على اعتبار ان الغرب يدافع عن الشرعيه، يعني وهذا بين قوسين، الشرعيه التي فاز بها الصدر باغلبيه الاصوات، وبالتالي فان صراعا يدعمه اطراف دوليه هو مرشح لان يكون صراعا طويلا ودمويا. لكن من سيكون الخاسر؟ سيكون الخاسر بالأساس هو الشعب العراقي والبنى التحتية لهذا البلد. لذلك فإن ما يستطيع أن يفعله الشعب العراقي هو مقاطعة جميع الميليشيات وعدم جعل دمه رخيصا لهذه الميليشيات، لكل ميليشيا تستغله في حربها من أجل مصالحها. يجب أن نحاصر هذه الميليشيات ونجعلها
تطحن بعضها بعضا لكي نتخلص منها جميعا، وإلا فإن الشعب العراقي ليس له خيار سوى نبذ هذه الميليشيات وتركها تتصارع لوحدها مع بعضها. نعم أستاذ نظير، يعني لاحظنا أن الميليشيات تروج لحكومة طوارئ بقيادة القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء. هنا السؤال، لماذا اختارت هذه الميليشيات هذا الاسم بالتحديد، وما الهدف من هذه الخطوة؟ طبعا الفكرة واضحة جدا، لأن فائق زيدان تربطه علاقة عميقة جدا مع نور المالكي، ونور المالكي الآن هو المرشح الوحيد لهذه الميليشيات لرئاسة الوزراء عبر تشكيل كتلة كبيرة وتحالف كبير نيابي كبير لترشيح نور المالكي. وبالتالي نور المالكي يعرف أنه هو مرفوض ليس فقط من العراقيين وباقي الكتل العراقية سواء سنة أو أكراد وحتى شيعة، بل هو مرفوض أيضا دوليا، يعني لا الغرب يريده ولا إيران تريده، وبالتالي يريدون أن يأتون بشخصية أخرى لم تدخل معترك السياسة وإنما هي من سلك القضاء، وعلى اعتبار أنه هذا الرجل بعيد عن السياسة وسيكون محايدا، شخصية محايدة. لكن في حقيقة الأمر فائق زيدان ما هو إلا صنيعة من صنائع المالكي، وهو من كان يديره، وهو من كان له دور كبير في 2010 في تجريد اياد علاوي واسناد رئاسة الوزراء الى نور المالكي. نعم، هل تعتقد أن يعني هذا ما جرى تداوله والاتفاق عليه في الاجتماعات التي جرت لدى نوري المالكي؟ يعني اظن انه هذا هو اللي يعني تفسير ما يدور الان في مواقع التواصل عن ترشيح مثل هكذا شخصيه، لكن نحن الان يعني في نلاحظ التناقض، يعني هذا يعني الميليشيات ونور المالكي في الوقت الذي هم يرفضون نتائج انتخابات ويخرجون الى الشارع التظاهر، مع ذلك تجدهم الان يحاولون تشكيل التحالف النيابي الاكبر في البرلمان، بمعنى أنهم يقاتلون من أجل زيادة مقاعدهم أو على الأقل فرض حكومة توافقية على الصدر. لكن هل يا ترى الصدر سيوافق على ما يريدونه؟ الحكومات هل السابقة، يحاول أن يعني نعم ينفرد؟ نفس هذه العمليات يعني جرت في الحكومات السابقة، كان يعني صاحب أكبر كتلة ليس هو لربما من يشكل الحكومة وإنما تعتمد على المحاصصات. طبعا أخي الكريم لو تعلم أن العراق البلد الوحيد الذي لا يسند تشكيل الحكومة إلى الكتلة الفائزة، إنما يسند تشكيل الحكومة إلى التحالف النيابي ما بعد الانتخابات، من يكون هو أكبر عددا ويكلف بتشكيل الحكومة، وهذا لم تفعله أي دولة بالعالم. ولكن مع ذلك تشكيل مثل هذا التحالف، يعني حتى لربما الصدر هو متعود على تغيير مواقفه، لربما يرضخ للضغط من قبل الميليشيات ومن قبل إيران ويوافق على تشكيل حكومة توافقية مع غرماء من الميليشيات ونور المالكي. لكن سنكون أمام مشهد لا يختلف عن مشهد 2018 ولا على مشهد 2014، وبالتالي ماذا فعلنا؟ سيبقى النظام كما هو بفساده ومحاصصته القومية والطائفية والحزبية، ولا يتغير شيء في العراق. وبالتالي ماذا سيكون دور العراقيين الذين ثاروا في ثورة تشرين ضد نفس هذا النظام، نظام المحاصصات والنظام الفاسد والنظام الذي يتقاسم السلطة بين الأحزاب؟ هذا سيكون مدعاة لأن يخرج العراقيين بثورة هي أعظم من ثورة تشرين، لأن لم يتحقق شيء لهم طيلة هذه السنوات التي خرجوا فيها للتظاهر ضد هذا النظام. نعم، الميليشيات بين الفينة والأخرى تخرج لتهدد كما تعلم بأنها لربما تلجأ إلى السلاح لتصحيح ما فقدته ولتعويض ما خسرته من مقاعد، ويعني تهدد. بالنسبة لحكومة الكاظمي، مدى جديتها في مواجهة هذه التهديدات والتصريحات، هل لمست جدية من قبل حكومة الكاظمي أم أنها تبدو فعلا غير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات وسلاحها؟
يعني حكومة الكاظمي أخي، منذ استلام الكاظمي وتشكيل حكومته قبل سنة ونصف، يعني وحتى الآن لم يبدي أي موقف قوي أمام هاي الميليشيات، بل فضل يعني أن ينحني أمام الضغوط الميليشياوية، ولكن وكأنه يبرم أمرا ما. الآن نلاحظه لسانه قد أصبح طويلا ويقول نحن لن يعني نرضخ للابتزاز، ولن نرضخ لابتزاز باقي الأحزاب الخاسرة، وهذا تصعيد في الخطاب يدل على أنه قد أخذ ضوءا أخضر من أطراف دولية بأنها ستكون داعمة له أمام الضغط الميليشياوي. وبالتالي أنا أعتقد السيناريو الذي ربما سيكون بأن الكاظمي والصدر قد لعبوا لعبة كبيرة بسحب الأصوات من هذه الميليشيات والاستئثار بها للتيار الصدري وباقي الكتل، تمهيداً لتصفيتها واعتمادا على الدعم الغربي والأمريكي بالذات. ولذلك أنا أعتقد أن البلد مقبل على تصادم ميليشياوي كبير، ربما يعني سيكون مدمرا لهذا البلد. لا سمح الله. إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك.